السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى، وشكرا لإخواننا المتتبعين القدماء والجدد. موضوع الساعة هو الصحفي اليمني الذي يعيش في عاصمة الإنجليزية لندن، الذي هو شد الرحال إلى بلاد المغرب، والفيزازي ومنار السليمي وفشل الإعلام المغربي ووزارة الداخلية التي هي تشرف على هذا الإعلام المغربي. إذن موضوع الساعة هو هذا الحدث اللي كاين. إذن غنشرحوا هنايا لماذا هذه الزيارة، زيارة وطريقة باش استقبلوا هذا اليمني اللي هو الشرعي. هذه الزيارة راه ماشي أبناء الشعب اللي استقبلوه، ومشي أبناء الشعب اللي رحبوا به. هاد الزيارة راها مقننة، مصوبة، مطرقة من السفارة بلندن إلى المطار وإلى الاستقبالات وإلى الفنادق وإلى المطاعم، وهادشي كلشي له ثمن، والثمن كما العادة يؤديه الشعب المغربي. إذن لماذا هذه الزيارة؟ باش ندخلوا في صلب الموضوع بدون لف أو دوران. هذه الزيارة نتاع هذا السيد هذا لأنه النظام المغربي، الدولة المغربية، البلاط بعينيه، الملك بأذنيه، وبعبارة أخرى هذه الآلية ديال البروباغندا الإعلامية تاع وزارة الداخلية فشلت في تنويم وتنعيش وتكليخ واستحمار الشعب المغربي. نعم، إذن لماذا فشلت هذه الدولة؟ مع العلم أن الدولة لها الهيمنة على الإعلام، على الصحافة، على المدارس، على الطوبيسات، على المال، على الأرض والعباد، حتى السماء راه ديال الدولة. والدولة ملي كيكون مهيمنة على هادشي كلشي، إذن ما خصهاش تفشل. والدولة اللي مهيمنة وفشلات، إذن هناك شي برطية، هناك علة، والعلة كتكون قضية صعيبة وكتكون في الجسد نتاع هذاك المعلول. إذا كان الإنسان مريض، المرض راه ماشي برا على الجسد نتاع المريض، نتاع السقيم، نتاع العليل، راه في الداخل ديالو، في الجسد ديالو. إذا كنتي مريض أولدي، ما تمشيش تشوف الطبيب، تعرق قدام المراية ديالك وشوف الجسد ديالك، وشوف شي حاجة اللي هي داخلة على الجسد ديالك، وهذيك هي اللي غتمشي توريها للطبيب، تقول ليه عندي هنايا واحد الحاجة عاد خرجت ما كانتش عندي. عليها يوميا ما تلبسي الدوش، فإلا عندكم الدوش في الدار، تشوف الجسد ديالك والصيغان ديالك ويديك ووجهك، حتى نتوما البنوتات شوفوها، وخاصة ملي كتقربوا ل 35 سنة خصكم تشوفوا الصدر ديالكم واش كاين شي حاجة جديدة. والنظام اللي هو الدولة سقيم وعليل، حيت فيه علة. النظام هو اللي فيه العلة. العلة راه ما كايناش برا على الدولة، راه ماشي أنا اللي خلق مشكل الدولة، راه الدولة اللي خلقت مشكل وخلقتني أنا خرجت من الجسد ديال ديك الدولة، من ذلك المنظومة الحاكمة، من التعليم تاع الفاشل ديالهم، من الاستبداد ديالهم، من الظلم ديالهم، من الجور ديالهم. إذن اليوم الدولة فشلات، بدات كتنعس الشعب بفلوس ديال الشعب باش غادي دير استقلالية القضاء وفصل الصورات ومستشفيات فاش يداو الإنسان المغربي، ومدارس في ديك الشعب المغربي، ودير المدارس في القرى، ودير الآبار في القرى باش يكون عندهم الماء، ودير أضعف الأشياء للشعب المغربي. الشعب المغربي ما كيطلب شي حاجة زايدة، ما كيطلب شي حاجة نتاع اللوكس، لا ما كيبغيش اللوكس، باغي غير يعيش، غير يعيش. اللوكس هذا بالإنجليزية باش ما يطلعش شي واحد يقول لي نو لو لوكس، نو رانا ولد الأدب الفرنسي والإنجليزي، فهمتيني؟ وانتوما المعارضين ولا الملكيين ما تبغوش تعيقوا، راه غنبدا نشتم فيكم عاود تاني. إذا الناس بغوا غير يعيشوا، بغوا غير الضروريات، مسألة اللي هي ضرورية الشعب.
انا بغيت البدخ بعينه. اذا مشى لجأ لهذا المهداوي والعدراوي التيجاني الرمداني الحمدوي، وهاد الناس هادو ما قدوش يدوخوا الشعب. علاش؟ التكوين ديالهم ماشي تكوين صحيح، ما كيعرفوش ما معنى البلاغه، ما معنى الفصاحه ديال اللسان، كيفاش يديروا الصنعه في الجمال ويركبوا واحد الجمله ويتقنوها ويديروا فيها الفعل والاستعاره، وكيفاش تكون هنا وتكون داك اللغه ديال الخطاب ما عندهاش. هادشي ما كيتعطاش، ما كيتقراش في ولا كيقراو غير الشرفاء. وشكون هما الشرفاء؟ هما الناس كيقراو حبا في القرايه، كيطلعوا حبا في المطالعه. الناس كيمشيو كيقراو القانون وكيشري كتاب ديال القانون، حيت عنده في المقرر بغى باش ينجح باش يخدم ويشري الشقه والسياره ويدوق على شي وحده ويتزوج. هذا ما عمره ما غيكون مفكر، ما عمره يميتريزي، ما عمره يهيمن على لي كونسيبت وعلى المصطلحات نتاع القانونيه والسياسيه والاجتماعيه، ما عمره ما يكون مفكر. الانسان اللي تيفكر هو اللي كتلقاو مشى للجوطيه وكيشري كتوبه قدام حبا في المطالعه. ما كاينش واحد حاجه شي واحد كيفرض عليه، مش حيت في المقرر، لا، اللي كيقرا من المهدي الى اللاحدي، هذا هو الانسان اللي تيقرا دائما، تيمشي تيطلب المعرفه. هادو قراو. اذا قلتوا للمهداوي اخر كتاب قريتيه ما قراش كتاب، اذا قلتوا للعذراوي راكم شفتوا واش العذراوي؟ بالله عليكم انسان ما شبعش النعاس، يقدر ينعس الشعب المغربي ما شبعوش، كيسوق من كندا حتى التخوم تاع المكسيك، تياكل في الكاميو وينعس في الكاميو وكيبول في الكاميو، وحتى الفيديوهات كيديروهم من الكاميو. واش هذا غينعس الشعب؟ ما غينعسو شي. شوفوا غير الوجوه ديالهم فيها اليأس والبؤس، والنظام كيعطي الفلوس لهادو بطريقة وأخرى، ولكن النظام وصل لواحد الحد. النظام لا، حنا وصلنا النظام لواحد الحد وخرجنا ليه، وحنا عندنا لغة الخطاب. علاش؟ حيت كنعتمدوا في الخطاب ديالنا على كلمة الحق، على واقع ملموس محسوس الوجود وإدراك، بحال اللي كندير اليوم تنقول لكم الشرعي جا ماشي جا حيت السياحة، ولكن استقبلوه، والطيارة خلصوها السفارة، نعم، والفنادق خلصوها. واش واحد الإنسان أجنبي كنتظروا منو حنا المغاربة يجي يورينا المغرب ديالنا؟ إذا كان بالفعل صحافي يجيب لنا الأخبار نتاع البلد ديالو، ويهدرنا على اش وقع الولاد اللواء الأخضر، فهمتيني، في ديك المنطقة الجبلية اللي فيها الشتاء العام كامل، يقولنا النحل عندهم زوين وكثير في المناطق اللي في اللواء الأخضر حيت كثرة المياه وكثرة الخضرار، وعندهم النحل وعندهم العسل، أحسن عسل شديد السواد، نعم، أحسن عسل في العالم برمته. واش مازال كيصدروه السعودية حيت كياكلوا غير الامراء ديال السعودية، ماشي هما غير كينتجوه، الطبيعة ديالهم كتنتجو وكيبيعوه للسعوديين. واش مازال كيتباع؟ لماذا؟ حيت المواصلات وتعذروا السفر والتصدير الى السعودية، حيت نادر هناك حرب مع الحوثيين، ويجيب لنا الخبر نتاع البلد ديالو. هادشي اللي كنتظروا حنايا من الشرعي اليمني اللي هو تيعيش في احضان الانجليز التي غارت على البلد الحبيب ديالو. وتنذكر انايا بكري هجمت عليهم انجلترا بغات تستعمرهم، وهم يموتوا النقالزة لان اليمن يقال عليها ولا يزالت كذلك انها رمس، قبر، حفرة يقتل فيها ويدفن فيها الغزاة. اذا ولي هدرنا على الاسرة ديال عبد الله صالح الرئيس السابق ماذا حل بها، والقرية اللي كينتمي ليها، داك الدشر اللي كينتمي ليها هذا الرئيس، واش
باقيين عايشين ولا ولحق بهم ضرر، وعودنا على الحوثيين وكيفاش اخترقتهم سميتها، عرفتوا شكون هي نتاع بلاد المجوس. أريد أن أقول اسمحوا لي عفوا، بلاد إيران اخترقوهم الشيعة وعودنا على بلادهم. وفين وصلت القضية؟ واش غيكون شي صلح ما بين هادشي اللي كنتظروا حنا من واحد الأجنبي؟ أنا ما قريتش التاريخ نتاع اليمن، ولكن بحكم دايري السياسي وأهتم بالأحداث اللي كتوقع يا في اليمن يا في بلاد واحدة أخرى. وهما جابوا بغينا يعسونا بفلوسنا كيعطوهم الأجانب، وراه كانوا كيعطيو حتى لواحد واحد سوري سوري باش يلمع الصورة ديال النظام. واحد المصري قال لك مؤرخ، إذا كان هذا الأسر مؤرخ مصري يهدرنا على الفول المدمس، واش مازال كيتباع في الأسواق؟ ولماذا ما بقاش الإنسان المصري كياكل سميتها الخبز، داك الخبز مع البطة، مع الدجاجة، ما بقاوش كياكلها، ولا كيشرب غير دوك الأرجل تاع الدجاج وكيديروه في الماء مع البصل. ويقولنا ودوك الاسهم والسندات ديال مصر نتاع البنك ودوك المرافق الحكوميه العظمى والاهرام، واش شراتهم كاع الامارات والسعوديه وقطر؟ انا ما كنتهضرش بمصري يجي يلمع لي الصوره ديال بلادي ويجي يشرح لي بلادي ويقول والله العظيم بلاد المرابطين. لا مش لا بلاد المرابطين لا بلاد الموحدين، حنا ما بقيناش موحدين، حنا نعيش في المهاجر الغربية وفي العربية كذلك والإفريقية. حنا ولينا أبناء الشتات، عشرات المليون. ما كاينش شي بلاد منذ بداية الإنسانية تكون الحروب تيخرج 25% نتاع أبناء الوطن. إذن إلى فشل العدراوي وهذاك وهذاك، خص النظام يعيق ويطيح كواريه ويجلس معنا في الطاولة باش نلقاو شي حل. هذا كيتسمى هروب إلى الأمام، ولك تهرب إلى الأمام راكم جايين عندي وسأصوب بندقيتي، فهمتوني؟ إذن العدراوي والمهداوي وكل شيء فشلوا حيت النظام اللي فشل، نتوما اللي فشلتو حيت البداية كانت فاشلة. هذاك لو كونسيبت، هذاك المفهوم ديال النعش الشعب، المفهوم كان مفهوم خاطئ، وعاد لابليكاسيون ديالو الطريقه باش بغيتو ديروه حتى هو خاطئ. هانتوما اللي ما فشلتو، مشيتو لواحد الباب مسدود وحنايا فاس فاس. واش كتعتقدوا باللي هاد اليمني هذا غادي ينعس الشعب؟ كتحطوا الطاولات تمايا في الوقت اللي تأزمت الأمور وتعذر الظروف العيش على الإنسان المغربي، والمرأة كتخرج للشوارع وكتنتفض وكتظاهر وكتطالب بلأن المعيشة غلات، وبلي راجلها كان في الصحراء، وبلي كيعطوها غير 300 تاع الدرهم، وكيجي راجل أمن وكيضربها بالركلة، وكيجي راجل أمن وكيضربها في الجسد ديالها وكطيح. وشفتها الكاميرات، علاش ما خرجت شاي حقوق الانسان؟ وهذوك العيالات اللي كيهضروا على هذوك اليساريات السكيريات، نقولها لكم انتم يساريات سكيريات عاهرات واللي دايرين للمجتمع المدني وحريه المراه والاسره والطفوله الضائعه والشباب، علاش ما تخرجوش تكثروا على المراه؟ لا، هاد كلكم ركنتم، والاحزاب السياسيه والنقابات وكل شيء. وشوفوا هذا شكون اللي غادي يستقبلوا، غير استقبلوه انتم، حنا ندخلوا لكم شو نوريكم باش تعرفوا. هذا ملعب تنس، هذا ملعب جديد ايضا، سائل اللي غادي نبداو من البدايه ديالو. وهنا الملعب الكبير، وهذا الملعب الكبير كرة القدم. الله اكبر الله اكبر. طنجة شيء. هناك المسبح الاولمبي، المسبح الاولمبي. اي 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 اي. وهنا كذلك قاعة أخرى للرياضة المتعددة التخصصات. اللهم أجملها. ومن الخلف في قاعة أخرى
الجيمناستيك. دابا دابا شتو شحال القاعه نتاع كلشي غير الرياضه. هذه هي من المزايا والخصائص تاع واحد الدوله ديكتاتوريه، ما كاينش في قرى الانسان وفي دول الانسان. لا ما وراش شي خيريه، ما وراش دار الشباب، ما وراش مسرح نتاع الهوات، ما وراش شي بلاصه نتاع محو الاميه، مرا البلاصه اللي ما يوصل ليهاش ولد بني مكادا، بلاصه اللي ما يدخل ليهاش ولد الشعب. ولاد الشعب اليوم بغاو ياكلوا. وبعدا كينا هل يجوز ويقبل ويعقل باش شكون اللي غيساريه المدينه؟ انسان خائن، انسان المراه المغربيه لا تحب ان تسمع صوته. وسمحوا لي العيالات خصنا نوريو باش نعرفوا هذا، راه عرفتكم ما بتبغوش تسمعوه الفيزازي. هاد السيد هذا الاب ديالو سخط عليه وباه بات وهو مازال ساخط عليه، هذا ما خداش الرضا من عند باه. هذا بحال هذاك اللي ورينا ول البارح، هذاك مصرار اللي كيعطوه الفلوس وموقف عماره وتيقول له لا با ما عارفش با حداه، غير مسخت الوالدين، غير ابناء العاهرات. هذا ما كيعتمد النظام. وشو دابا شوفوا الزياره شكون اللي غيستقبلوا. امامنا عندنا القاعه الكبرى المغطاه ايضا للرياضه. اي نعم تتم. والشباب يلعبوا ما شاء الله. شنو يلعب العموم الشباب يعني في التحضير للتهيئ لل يا سلام، يعني تهيئه الرياضيين رياضي المستقبل. يا الله مش مفكرين. اعطيني نبذه عن طنجه. طنجه من حيث الاسم، التاريخ، من استعمرها، من استعمرها. يقال بان سميت طنجه اما هناك، يعني هناك من يقول. اذا شتو هذا هو اللي غادي، هذا هو اللي غادي يمثل طنجه وغيصوب طنجه وغيسري بطنجه. واش خاص فرصه تواجد الشيخ معنا فاعدنا البث في نفس القناه، لكن البث الذي التالي سيكون في القناه الاخرى ان شاء الله. مرحبا، يلا بسم الله. حي الله الشيخ الجليل. شفت الكلام عن التعدد عجبك صح؟ جدا والله جدا. والله تعدد الاحداث من كوز اربعه. والله مرحبا. عمو عجبك موضوع التعدد. في تعدد، تعدد الزوجات. سياتون سياتون، انتظرهم انتظرهم، تعال معاهم. في مغارة هرقل مع الشيخ الفزازي. حيت واحد الوقت الله، واحد الوقت المهم 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 باش تعرفوا سيروا. واحد الوقت كان كيهضر حيت كانوا في المرسيدس اللي مرسيدس فاخره عند الشيخ، شيخ من الشيوخ العلامه الكبار البحتوري المتنبي شاعر. هذا هو اللي غيساريه المدينه. فين ولاد مرشال اللي قراو؟ ولاد بني مكادا، ولاد المدينه القديمه، ولاد العال. عرفتي راه هذه هي الايه اللي كتقول يقلبون لكم الامور، فهمتيني؟ وهذه يحاربونك من وراء الجدار. دور الفعل تاع الصهاينه هادو. دابا ارض القوم، انسان اللي كان في السجن هو اللي هو النخبه، هو اللي غيشرح سميتو. راه كون مشاو للمدرسه والمعهد نتاع السياحه كيتبع ناس متخصصين اساتذه في السياحه في التاريخ نتاع طنجه، وغيشرح ليه على طنجه وكيوريه، كيوري غير الملاعب. راه هذيك بنيه تحتيه، راه كاع الديكتاتوريات كتكون عندهم بنيه تحتيه.
راه كوريا الشماليه ديكتاتوريه، راه ماشي غير بنيه تحتيه، راه الصواريخ كيمشيو عبر القارات. ولكن واش كاين فكر؟ واش كاين حب؟ واش كاين واحد الجماليه في المدينه؟ واش الناس واكلين شبعانين؟ واش كاين شي كتب؟ واش كاين فكر؟ واش كاين مسرحيات؟ واش كاين عداله؟ واش المحاكم الا مشيتي لقيت يقول افتح الابواب على مصراعيها؟ لا، ولاو كيشدوا المحاكم ما تدخل ليهاش. واش تاخذ حقك؟ لا، الناس خارجه ما لقاتش ما تاكل، اش غيعرف في زازي كيوريه في الحيوط، كيوريه في داكشي الحيوط، كيلمعوا الصوره. شي وحدين تيعتقدوا بلي ان التواجد في هذه الفتره الزمنيه نتاع الشرعي في المغرب باش يبينوا الجزائر راه عندنا بنيه تحتيه. لا، اي واحد كيعتقد هذه القضيه هذه لا يعلم ولا يفقه شيئا. راه ما عمر ما كان النظام الجزائري عدو للنظام المغربي، جامي، وما عمر كان النظام المغربي عدو للنظام الجزائري. عرفتوا علاش؟ عرفتي دوك اللي كيحكموا في الجزائر اللي مو ماشي مغربيه، باه مغربي ولا عاش في المغرب، هذاك النظام. والنظام المغربي هما بحال هاد الورقة نتاع الدولار، شتي هاد الورقة؟ هادي الجزائر، هذا هو المغرب، كتبقى دائما نفس الورقة. إلا قبتو هادي من هنا ولا من هنايا نفس القيمة، هنا 20 وهنا 20، سيسا. كاينين مافيا حاكمة تما، كاينة مافيا حاكمة هنايا، هادوك عندهم واحد السياسة باش بحكم الشعب ديالهم، هادو عندهم السياسة مناقضة. و الحاجة المشتركة ما بين النظامين وهي الهيو الشعوب ديالنا، ولاد داك الشعب، ولاد هذاك النظام وهذا النظام هذا. وانا عندي المغربي كنعيش في، كيتلقاو تيقراو في نفس المدارس والمعاهد والجامعات، وكيتلقاو نهار السبت كيشطحوا في نفس الاماكن وكيضربوا الاوساك شومبان والبيرة باردة وكلشي. الضحية هم ولاد الشعب، وهذا اللي جابوه راه ماشي باش يبين، ما محتاجينش لهذا باش غيبينوا للشعب الجزائري حنا عندنا بنية تحتية، حيت جاو جزائريين ومشاو قدام دارنا لهذاك اللي لاكار نتاع كدال وصوروه، وكانوا في الدار البيضاء وكانوا في طنجة، وكيجيو الجزائريين اللي تيحملوا جنسية فرنسية وكيدخلوا كيصوروا كيشوفوا داكشي. هذا هو نتيجة ديال الفشل نتاع الإعلام والبروباغندا المغربية أمام الأحرار اللي كيجيبوا شواهد دامغة وكيجيبوا حجوج دامغة وكيشرحوا بواحد الطريقة وعندهم مصداقية واللي كيأديو الثمن. اش من ثمن ادى العذراوي ولا تحفة ولا الرمضاني ولا المهدوي؟ ما ادوا حتى شي ثمن. الناس اللي الاحرار ادوا ثمن باش يشرحوا لكم ايها المغاربه، وانتوما مازال كتفرجوا في هادو اللي فاشلين، والدوله وزاره الداخليه عرفت هادو فاشلين وعرفتنا بلي قضينا عليهم. نوريكم اش كدير وزارة الداخلية، حيت انا كندير نفس التكنيك، حيت القراية اللي قراو هادوك الحمير اللي حاكمين قاريها انايا، وهي ان سونداج دوبينيون، كيدير واحد الجس نتاع النبض واش باقي كيدوخو ولا ما كيدوخوش الشعب، لقاو ما كيدوخوش الشعب، وكيدير واحد التكنيك كيمشيو للقناة نتاع المهداوي والعذراوي وتحفة
كيلقاو الناس بدات التعليقات تبدلات، اللايكات تبدلات، اي معارض ولا اي ملاكي دخلوا ليه القناه وكتشوفوا خذوا هذه عام ونقصوا، كل مره نقصوا 3 شهور وبقاو حتى تجيو اليوم كتلقاو لا كورب ديالو هابطه. يعني هلجؤوا المصريين ولجؤوا لذاك السوري، ودابا جابوا هذا برمته وبعينيه وتيخلصوا ليه وكياكل وكيشرب، وهذا الشيء راه غيخلصوه المغاربه. شتي هذاك الغاز ولا ليسونس ولا الما باش غادا السياره المرسيدس ديال الفيزازي، انتوما غتخلصوا الفاتوره ديالها. الوقت تاع الفيزازي راه غيتخلص عليه واحد 5000 درهم في ذاك النهار. سي دا بروباغوند باش نعش واحد الشعب ثمن، قال لك من خطب الحسناء لا يغليه المهر. هادو داخلين في حرب هادو. اه ويمكرون ويمكرون، الله والله خير الماكرين. دابا غادي نمشيو نشوفو بلاصه وحده اخرى، شي واحد اخر غادي يرحل بسميتو. لا يا رجل، نشوفو بلاصه وحده اخرى عاوتاني، هذه في الرباط. اليوم يتم بلا بلاء الحسن الحقيقه، والاكل قدامه والله يستحقه. عموما سيكون قصير ذلك، يعني فقط نشكر الدكتور منور السليمي ونختم برنامج اليوم. هو الختام ما عاد معنا اي حاجه، ختامها مسك. الأحباب الكرام، بعد يوم نادر حقيقة في الرباط، يوم نابض، يوم مميز، يوم حيوي بشكل يعني غير عادي، نحن والجماعة كلنا ما زلنا تحت تأثير الدهشة حقيقة. نختم بما بدأنا، كنا في البداية في الرباط مع الدكتور المنار السليمي، ونحن اليوم نختم هذا اليوم المميز معه، لكن لا زال لدينا معه، يعني سنتعبه معنا اكثر من مشوار. سناخذه شمالا وجنوبا، برا وبحرا وجوا ان شاء الله. يتقبلنا وتورط ودعانا خلاص، يعني احنا رانا الاعتقال. فبالتالي احببت ان يكون الختام هنا مع الدكتور الصديق العزيز الرائع، صديق وحبيب رغم الاختلاف سبحان الله، حتى نضرب للناس مثلا انه ممكن نختلف ونبقى اخوان. والله انني اختلف معه في كثير من الاطروحات، ولو انني اقل بكثير من ان اختلف مع دكتور جامعي اكاديمي، ما انا اقل حقيقه، لكن هي الاراء لكل واحد رايه في نهايه المطاف. امامنا اكل جميل ورائع، لن نشغل الاخوه الضيوف حتى، يعني كنا جائعين، كنا مشينا مشي اليوم مش، انتم شفتوا كلكم اللايفات. اقلب لكم الكاميرا حتى اشكر الاخ العزيز الغالي الدكتور منار السليمي، حفظك الله ورعاك، تعبناك معنا اولا. وكنت معنا في البدايه، واليوم دعيتنا الى هذا المطعم الجميل. الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك يا دكتور. والشباب خصوصا حمو، خصوصا حمو، حمو لا تنسى حمو. حمو هذا مش مسوي يوم امس. شفت الله يرحمه. خلاص 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 خلاص، ما تخافش خلاص. لا 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 خلاص، ما دام مشيت لك الدكتور المنار السليمي خلاص انتهى الموضوع. والاخ العزيز ايضا معنا من الصباح، وايضا عاد مراد توفيق يا اخي. حمو رجال لا تورطنا في الاسماء، عنده مشكله في الاسماء حقيقه. اذا سمعتوا هادو، راه الضيافه راه نتوما الشعب اللي خلصتوها، حيت هو قال لي شكرا على الضيافه وكيشكر وداكشي وكيدعي ليه. لا خصك ايها الصحفي اليمني اللي كتعيش في الاوطان تاع الاخرين،
بان هذيك الطاوله اللي شتيها هذاك راه خير وكاين في المغرب، ولكن العين بصيره واليد قصيره. 99 في المغاربه راه اليوم ما واكلينش وماش بانين شيء، وفي الوقت اللي انت كتاكل في ديك الطاوله وبصحتك راه ماشي منال السلم اللي خلصها الفاتوره. هذا هو النظام الجائر المستبد. ملي كيعيا راه سقط في الاحضان تاع الصهاينه، ومع ذلك غادي وساقط وساقط وساقط، لان باش واحد النظام يبقى عايش خصو يخلق واحد اللحمه ويلتحم مع الشعب. اذا ما كانش شي واحد التزامن واحد السلم الاجتماعي، راه غادي يجيبوا الالهه الهه الخير والالهه نتاع الخطاب والالهه نتاع السلم نتاع الجنس واللي بغيتو. حنا راه العقل ديالنا في دماغنا، كنركزو عليكم. اي خطوه درتوها حنا كنحللوها وكنعلقوا عليها. هذيك الطاوله اللي شتي ايها الصحفي الشرعي الشعب المغربي، اليوم نسوة ما يقدوش يشريو بصل، راه غالي. هذاك المرق تشوفوا في البلد، قلت لكم كتقولوا المرق، انا راه كنعرف الثقافه ديالكم والحضاره ديالكم، راه علي المغرب هذا. هذاك المرق هي كديروا بصيله وشي طرفه نتاع الدجاج ولا نتاع اللحم وطرفه نتاع مطيشه والماء، وكتغمشوا فيهم داك الخبز اللي عندكم الرغيف المرق. وعندكم الطبيخ، الطبيخ يمكن كديروا بطاطا ومطيشه وفلفله وشي هذاك خضر، هذاك تسموه الطبيخ، هذاك تطبخ، اللي كنسموها حنا الخردوله ولا القميله. وعاد كاين المرقه، هما المرقه عندهم هي المرق غير كتغمس البلول وصافي. وشي ديك الطاوله، الانسان المغربي ما كياكلش هكذا، الاغلبيه نتاع الاسر ما عندهمش المائده في الدار، مازال كياكلوا على الارض. الاغلبيه نتاع الامهات راه ما عندهمش الزيت الثمن طلع، الغاز الثمن طلع، الفاتوره نتاع المطلعات، الفاتوره نتاع الضوء نتاع الكهرباء طلع، الكراع طلع. يرحل ويهجر الانسان المغربي من الحي ديالو من الاراضي ديالو. الاثمنه تتصاعد، لان التدبير ما كاينش، حسن التسيير ما كاينش، وكيلوحوا بالاموال. ها هما اليوم حصلوا. واش دابا انت غتنعس ليا الشعب المغربي ديالي؟ ما يمكنش تنعس الشعب المغربي، يمكنش تنعسو. اياك واياك ان تركض للذين ظلموا فتمسك النار. خاص تعرف في الوقت اللي انت كتاكل كاين اطفال، كاين يتامى، مرقوم ياكلوا، مرقوم ياكلوا اليوم. اذا المهداوي والعضراوي والرمضاني والبروباغندا ديال الدوله فشلت، والحمد لله حنا فشلناها ومازال غادي نفشلوها وغادي نتصداو ليها. وهذا هو الدور ديال الانسان المثقف المغربي، هذا هو الدور نتاع الانسان المغربي الذي يحب البلاد والعباد والذي لا يركن الى الظالمين. اذا مره اخرى تحيه نضاليه واللجوء والركون الى الاجانب لن يفيدكم ولن يغنيكم، وحنايا معكم في هذا الصراع اللي هو الصراع نتاع البروباغندا والصراع ديال الاعلام. خصكم تعرفوا بان العلم ديالنا والمعرفه ديالنا والتكوين ديالنا مرتفع بزاف عليكم وعلى الصحافه اللي كتجيبوا الاجنبيه. الناس كيعرفوا العقلاء على ان منار السلمي انسان فاشل ليس لا بمحلل ولا بأكاديمي ولا حتى شي حاجه. خليه يعيش، ما حد كاين الظلم والفساد في البلاد. ساعه واحده اخرى راه ما يقدرش يدير معلم في مدرسه ابتدائيه. اذا
اللجوء الى الاجانب ما غيمشيش وما غيدوم الا كلمه الحق، والحق يعلى ولا يعلى عليه، والحق كيقولوا غير الاحرار والشرفاء. ماذا حق وراءه طالب. اذن اخواني اخواتي، ارى هذا النظام ذاهب الى الفناء، ذاهب الى الفناء. راه البنيه التحتيه ما كتعنيش التطور، راه المجتمعات كيتطوروا بالعقول وبالادمغه بالحب للبلاد والعباد. نتوما كتعدوا بالانسان المغربي وكتاخذوا الضرائب ديال الانسان المغربي، شي كتعطيوه للصهاينه، شي للافارقه. الوجود والتواجد تاع الصحفي هذا اليمني اللي عنده الفتنه في البلاد ديالو، وهو الحجه الدامغه على ان المدرسه مدرسه الصحافه ومعهد الصحافه خصكم تسدوه، مابقاش كيخرج الصحفيين. مدوي كنتي انت في العاصمه تستقبلو، مع العلم تمشيو للعاصمه، واخا نغمضو عينينا نقول بعدا البهداوي وتاكل. ايوا راه شكون اخوك الكبير المهندس السليمي عروبي مشيو للعاصمه. شتي علاش كيهجروا ابناء العاصمه لهذه المسائل؟ إذن لنا ميعاد، لنا ميعاد وغنشوفوا شكون الصالح وشكون الطالح وشكون الرابح وشكون الخاسر. حنا المعركة ديالنا ما غاديش نخسروها كيف ما كان الحال، عشنا حنا رابحينها، متنا حنا رابحينها. ركنتم إلى الأجانب على جميع المستويات، العسكر إسرائيل أو كوان دي كافي جاتون دي ليفير.